نسمع رأي النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة ومفهومه لحقوق الإنسان، وخاصة إنه ده ملف، يعني أنت عضو مجلس قوام لحقوق الإنسان كم سنة؟ 8 وعاصرته ورحت سجون وشفته وعندك إحصائيات ممكن تكون متوفرة ليك، إحصائيات وحاجات ما تكونش متوفرة لأي حد تاني، فنسمع منك وممكن نسمع كلام مختلف. انا يعني بشكرك استاذ عمرو على هذه الاستضافه، وبشكر اساتذتي وزملائي الدكتور طارق رضوان رئيس اللجنه والدكتور ايمن ابو العيله وكيل اللجنه على وجهات نظرهم طبعا للعمل المشترك بيننا كهيئه مكتب في لجنه حقوق الانسان من اجل تحقيق الدور الصحيح والطبيعي للجنه حقوق الانسان في مجلس الانوار المصري. حينما نسال عن مفهوم نبي حقوق الانسان، بالتاكيد مصر دوله عريقه وقديمة ومن أوائل الدول التي تعاملت مع ملف حقوق الإنسان بالمناسبة. الإعلام العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 48 كان في لجنة صياغة الإعلام عضو مصري والدكتور محمود عزمي، وما كانش فيه دول كتير بالمناسبة اشتركت في صياغة الإعلام، كان اللجنة المحضرية كانت محدودة، لكن الأمم المتحدة اعتمدته في سنة 48، فنحن جزء من أسرة حقوق الإنسان الدولية منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 48. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لما بتشوفه لما بتبصله بتجد إنه بيشتمل على الكثير من الحقوق، منها ما هو حقوق مدنية وسياسية، ومنها ما هو حقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية. ومصر موقعة وملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ إقراره في ديسمبر سنة 1948. ومع تقدم مسيرة حقوق الإنسان في العالم، وجدت الأسرة الدولية أنه حتى المفاهيم الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليست كافية وبحاجة إلى مزيد من التفصيل. فتم صدور العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 76، وأيضا العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية سنة 76 وقعت عليهم مصر أيضا وملتزمة بيه. وهنا إحنا قدام لما بنيجي نبص على ملف حقوق الإنسان هو منقسم لشقين أساسيين بيجي تحتيهم مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. لا يمكن ابدا ان تكتمل منظومه حقوق الانسان الا اذا توفرت هذه الحقوق مجتمعه. يعني لا يمكن انك تركز في الحقوق المدنيه والسياسيه فقط وتقول انك حققت حقوق الانسان، لانه يصبح هناك خلل اذا لم تتوفر الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه. ولا يمكن ابدا انك توفر الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه دون الحقوق المدنيه والسياسيه وتقول انك كده حققت حقوق الانسان، لانه بيفضل هناك خلل، لانه ده مفهوم مكتمل لحالة حقوق الإنسان. بالإضافة إن الدستور المصري 2014 أكد على إنه في مادته 93 إنه المواثيق الدولية اللي ليها علاقة بحقوق الإنسان اللي وقعت عليها مصر ده جزء من القانون المصري، جزء من التشريعات المصرية بمجرد التصديق عليه. يعني حينما توقع مصر على اتفاقية دولية ليها علاقة بحقوق الإنسان أصبحت لها قوة القانون مباشرة حتى لو التشريعات ما تعدلتش داخليا، إلا إنه بيفضل التطبيق طبعا محتاج تعديل التشريعات لتتوافق مع هذه المعادلات الدولية، ولكن في قوة دستورية لالتزام مصر بتعهداتها الدولية في ملف حقوق الإنسان. لما نيجي نفصص هذه الحقوق وندخل جواه هنلقى إنه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة، وده أول وثيقة بتتكلم دولية أممية يعني بتتكلم عن حقوق الإنسان، هتلاقي في المادة الثالثة ان لكل فرد الحق في الحياه والحريه والامان الشخصي. وشوف ازاي مفهوم الاسره الدوليه لملف حقوق الانسان انه قرنت الحق في الحياه بالحق في الحريه والحق في الامان. ولذلك حينما تحدثني على الحق في الحريه لابد مجتمع في نفس الماده، انا هنا مش بتكلم عن معاهده ثانيه ولا ماده اخرى، يجب ان تتوافر الحق في الحياه والحق في الامان الشخصي. ودون ان تتوفر هذه الحقوق الثلاثه مع بعض مجتمع هيفضل فيه خلل. بمعنى ايه؟ حينما يهددك تنظيم ارهابي يهدد الحق في الحياه، من المستحيل دون انك توفر الحق في الحياه انك توفر الحق في الحريه والحق في الامن، لازم هذه الامور تكون مجتمعه مع بعض. تقدم مصر في هذا المجال، مصر حققت العديد من الامور في المجالين، في الحقوق المدنيه والسياسيه وفي الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه. في الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه يمكن تكلمنا فيها، نتكلم عن رفع معدل الصحه وازاي شفنا
انك عملت حملة 100 مليون ساحة وكان عندك عدد كبير من المصابين بفيروس سي، والحق في التعليم ازاي انك بتطور التعليم وتحاول ترفع من تصنيفك في هذا المجال، ازاي انه الحق السكن الامن كان عندك ناس ساكنين في اماكن خطرة، وده من الانتهاكات الواضحة لكل انسان. هذا التحدي انت يعني بتعالجه بانه يبقى في حق السكن الامن الكريم لاهالينا اللي كانوا ساكنين في مناطق عشوائيه. في الحقوق المدنيه والسياسيه بتشوف انه ازاي على مدار السنين اللي فاتت دعمت ملف تمكين الشباب، بتشوف كام شاب داخل مجلس النيابه المصري بيتولى مناصب في هيئه مكاتب اللجان طبعا، وده اول مره في التاريخ. بتشوف كام سيده داخل مجلس النواب المصري، وده اكبر عدد في تاريخ الحياه النيابيه المصريه من الوكاله الكوميديه على الحقوق المدنيه والسياسيه. بتشوف ازاي ملف مثلا اعاده بناء الكنائس وتقنينها، هذا الامر وده يمكن قانون بناء الكنائس ده اول مره منذ الخط الهمايوني من ايام الدوله العثمانيه من ايام الاحتلال العثماني ازاي يبقى في قانون مدني صادر عن مجلس نيابي بينظم الحق في الكنائس بشكل ده حق في بناء دور العباده، وده امر دستوري وامر مرتبط بالتشريعات الدوليه اللي مصر ماضيه عليها ليها علاقه بحقوق الانسان بيحصل، ودي كلها انجازات في ملف الحقوق المدنيه والسياسيه. كمان انا عايز اقول انه في كثير من المكتسبات اللي خدها الشعب المصري في دستور 2014 متعلقه بحريه الراي والتعبير وحريه تداول المعلومات وغيره. هذا الامر بالتاكيد بحاجه الى مزيد من التشريعات لتتوافق مع نص دستور 2014. كمان الاليات الدوليه، احنا مش مصر ليست منفصله عن الاليات الدوليه في حقوق الانسان، يعني مش بتكلم بس عن الشان الداخلي، انا بتكلم حتى دوليا. مصر جزء من الاسره الدوليه لها علاقه بحقوق الانسان، المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر هو مجلس حاصل على تصنيف A طبقا لمبادئ باريس في تصنيفات المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان، وده اعلى تصنيف، وبالمناسبه لا يوجد في المنطقه العربيه مؤسسه وطنيه او مجلس قومي او مجلس وطني حاصل على تصنيف A الا يمكن مجلس اخر اعتقد المغرب، او يعني على ما اذكر يعني دوله اخرى عربيه فقط، وباقي الدول العربيه اما في تصنيف B و C واما غير مصنفه. فانت بتتكلم على انك في منطقتك في وسطك وفقا لظروفك وتحدياتك في هذه المنطقه انت في مقدمه هذه المنطقه. طبعا نطمح طول الوقت في المزيد، لان اسر كل انسان في العالم طول الوقت انت عايز تحسن من اداء، ده مطلب مشروع ومطلب مهم، لكن لازم تبقى فاهم انك لا يمكن ان هذا الامر يتم خارج سياق تحديات منطقتك. انا بكلمك بالنسبه لمنطقتك انت كمصر، يعني في مقدمه الدول العربيه. كمان في المراجعه الدوريه الشامله، وده اليه طوعيه بتتخذها الدول لمراجعه ملفها في حقوق الانسان في المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف، العرض المصري عرضه الوزير عمر مروان، وكان وقتها المستشار عمر مروان، وكان وقتها وزير الدوله لشؤون مجلس لشؤون المجالس النيابيه، وكان عرض متميز جدا في هذا الملف، وفي مجموعه من التوصيات بتقدمها الدول، كانوا حوالي 370 توصيه، مصر قبلت 80% منها على انها تقدم في الملف اللي جاي تطور قد ايه هي اتخذته في هذا المجال، ودي اليه طبيعيه مصر مشتركه فيها، مصر جزء من اسره كل انسان دولي. يعني اقصد ان مصر طول الوقت لديها النيه للاصلاح ولتعمل على هذا الامر. في سنه 2018 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء اللي هو رقم 2396 سنه 2018 بانشاء اللجنه الدائمه العليا لحقوق الانسان، ودي اللجنه المعبره عن السلطه التنفيذيه او معبره عن الحكومه في هذا المجال، لوضع اول حاجه وضع استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان. الاستراتيجيه دي اللي على اساسها الدوله المصريه ملتزمه امام البرلمان المصري اولا بانها تحقق هذه الاستراتيجيه وتطبقها، وملتزمه امام الاسره الدوليه لحقوق الانسان سواء المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف او المفوضيه الساميه لحقوق الانسان وكل المؤسسات المعنيه بهذا الامر، ان احنا عندنا استراتيجيه واضحه لتطوير ملف حقوق الانسان. وايضا عده اختصاصات منها متابعه ورصد ممارسات حقوق الانسان على الارض، ده اختصاص اللجنه اللي راسها السيد وزير الخارجيه. وايضا اقتراح التشريعات لتطوير منظومه حقوق الانسان ومراجعه التشريعات المصريه ومدى التزام مصر بالمعاهدات الدوليه. الحقيقه اللجنه بدات تشتغل وقدمت يعني اقتربت من الانتهاء في الاستراتيجيه. نيجي هنا دورنا كلجنه حقوق الانسان في مجلس النواب المصري.
تقديري اول دور للجنه حقوق الانسان في مجلس النواب المصري انه مراقبه اداء الحكومه لمدى التزامها بتعهداتها الدوليه في هذا الملف. صحيح. والبرلمان المصري هو اول من يراقب الحكومه ويحاسبها. نحن لسنا في حاجه لانه حد من الخارج يراقبنا ويقول لنا ملف حقوق الانسان هناك ملاحظات، لا، اول من سيتصدى لهذه الملاحظات هو البرلمان المصري المنتخب المعبر عن الشعب المصري هو اللي له هذا الحق، وليس اي برلمان اخر. اي برلمان اخر يعني عليه ان يراقب حكومته. صح. ومدى التزامها بملف حقوق الانسان، لكن البرلمان المصري ولجنه حقوق الانسان فيه هي التي تراقب وتتابع اداء الحكومه في هذا الامر، وبالتالي اي ملاحظات في هذا الملف اول من سيتصدى ليها هو مجلس النواب المصري ولجنه حقوق الانسان داخله. ايضا انه هناك مبالغات وادعاءات كاذبه تروج في الخارج، احنا هننقل الصوره الحقيقيه لهذا الامر. في اولويات بالتاكيد متعلقه بملف حقوق الانسان، من حقنا كمنتخبين عن الشعب المصري ان نحدد اولويات الشعب المصري، وليست الاولويات التي يريدها برلمانات اخرى او اولويات تريدها منظمات اخرى. احنا كنواب عن الشعب وايضا لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان المصري، من حقنا أن نحدد الأولويات التي علينا أن نعمل على تنفيذها وتطبيقها في هذا الملف، وكذلك مراقبة الحكومة في هذا الأمر. في استراتيجية تطلع وآليات تنفيذها على الأرض، لازم لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب تتخذ كل الإجراءات الرقابية لمتابعة هذه الاستراتيجية. وفي اعتقادي أنه هذا الملف بيستخدم استخدام سياسي في كثير من الأحيان. نحن لا نريد للمجلس الدولي لحقوق الإنسان أن ينجرف إلى الاتجاهات السياسية، وأنه يحافظ على مصداقيته ويحافظ على موضوعيته بأنه يكون معبر عن حقوق الإنسان وليس معبر عن اتجاهات سياسية وفقا لأهواء سياسية وليس وفقا لأهداف حقوقية. في رأيي ده الدور اللي احنا لازم نشتغل عليه، وإن شاء الله أنا مستبشر خير بالعمل في هذه اللجنة وسط كوكبة من الشخصيات المحترمة جدا تعمل في هذا المجال.